قبل ذلك هذا الخبر الذي أثار الاهتمام، اللغة الإنجليزية تقرر تعميم تدريسها في السلك الإعدادي ابتداء من الموسم المقبل. وزير التربية الوطنية وجه مذكرة بهذا الخصوص عدد فيها مزايا هذا القرار الذي يهم لغة حيوية هي الأكثر انتشارا في العالم. تعميم تدريس الإنجليزية في السلك الإعدادي سيتم بالتدريج ليستكمل هذا التعميم بحلول الموسم الدراسي 2025-2026. سعى الزعتراوي. رسميا اللغة الإنجليزية بالسلك الإعدادي خلال الموسم الدراسي المقبل مؤهلة لغوية جديدة من أجل منافذ جديدة في المشوار الدراسي. تدريجيا سيتم إرساء اللغة الإنجليزية بالتعليم الإعدادي بنسبة 10% في السنة الأولى وبنسبة 50% في السنة الثانية، وذلك خلال الموسم الدراسي 2023-2024 على أساس أن تعمم خلال الموسم الدراسي 2025-2026 بنسبة 100%. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وعدت بتهيئة الظروف المناسبة لورش تعليم اللغة الإنجليزية، توظيف أساتذة اللغة وتمكينهم من دورات تكوينية، خلق منصات رقمية لفائدة التلميذ والأستاذ من أجل الجودة في تعلم اللغة، إحداث لجن للتوجيه والمراقبة مركزية وجهوية، وتزويد المؤسسات التعليمية بالمكتبات حتى تبقى اللغة الإنجليزية حاضرة وبقوة.